معروف ان الجيش الروسي من اقوى جيوش العالم، ما كانش تاني اقوى جيش في العالم كله. انا كجندي روسي انسحب؟ فكرت ده قاتل على كل الجنود الروس، على الجيش الروسي وعلى فلاديمير بوتين شخصيا. بس النهارده انا جاي اكشف لحضرتك اخر التطورات في حرب روسيا واوكرانيا، لان الاعلام الامريكي النهارده بيحذر من هجوم روسي شامل هيكون في اوكرانيا، والروس بيعدوا العده ليه. مش بس كده، بتتكلم على قرارات واخبار طالعه من الولايات المتحده الامريكيه، هم كمان بيعدوا العده لحسم الحرب دي الشهر القادم. امتى؟ الشهر القادم. فانت بتتكلم ان احنا دخلنا مرحله الحسم رسميا. بوتين عاوز ينتقم، خاصه بعد القرارات اللي طالعه ان هو بينسحب، وعاوز ان هو يعد العده لهجوم فتاك، والغرب عاوز ينهي الحرب دي بضربه قاسمه للقوات الروسيه يجبرها على التفاوض. ايه اللي هيحصل بالظبط واحنا داخلين على ايه؟ عاوز تعرف؟ حاول، عشان اقول لك لازم احكي لك القصه من الاول.